هو طبعا الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحمد لله بتتواصل مع كافة قطاعات الدولة، يعني في تنسيق تام ما بين الإدارة العامة للمرور مع بين كافة المحافظين في الدولة ما بين غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. فور إصدار البيانات والتقارير الجوية بيتم إرسالها لكافة الجهات المعنية، لكافة وسائل الإعلام أيضا علشان توعية المواطنين، ده شيء مهم جدا. المواطنين لازم يكونوا عارفين هم مقبلين على إيه. أمس كان في اجتماع ما بين السيد اللواء هشام طاحون رئيس مجلس الإدارة ومعالي مجلس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم الاجتماع والتنسيق بشأن الحالة القادمة. تم إرسال التقارير الجوية لكافة المحافظات وهم طبعا بياخدوا كل الاستعدادات. محافظ التنمية المحلية وزير التنمية المحلية بيكون متواجدين في الشوارع، عربيات شفط المياه بتكون متواجدة، المرور بيكون طبعا على أتم استعداد، ولو ما يكون في رؤية منخفضة على الطرق بيتم إغلاق الطرق سواء في العواصف الترابية أو في الشبورة اللي احنا شاهدناها في بداية الشتاء.